الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، شيخ المجاهدين، آباء الشهداء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نجتمع معكم في هذه الليالي العظيمة من شهر رمضان المبارك على أرض سترة العطاء، سترة الإباء والصمود والمقاومة، سترة العزة والكرامة. نعم، هي سترة جزيرة الشهداء وعاصمة الثورة. أيها الأخوة والأخوات، نجتمع اليوم لنؤكد على وقوفنا مع أسيرات الثورة المغيبات ظلما في سجون العدو والخليفي، ولنعبر عن رفضنا للسياسات الإجرامية التي ينتهجها يزيد العصر الساقط حمر وعيسى. أيها الأحبة، إن هذه الثورة المباركة وهي تسير قدما في عامها الخامس، إنما تشق طريقها الواضح نحو طريق النصر الآتي بإذن الله. فالعدو الخليفي يقف عاجزا عن إخماد أصواتكم الحرة، الحرة الألية. فإلى مزيد من الصمود والثبات في الساقات، يا أعظم الشعوب صبرا وصمودا، كونوا على الموعد الجماهيري الكبير في ساحة مثلث الصمود يوم الخميس المقبل في فعالية تقدير المصير 17، ليشارك الجميع في هذه الفعالية الهامة. ومن النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الجمعة 26 من يونيو حزيران 2015، عاصمة الثورة سترة، البحرين المحتلة.